إيران هددت بشكل مبطن إسرائيل وكافة الدول الأوروبية من خلال أو هددتها بضربها وتوجيه ضربات خطيرة للغاية بالصواريخ، وبكافة الدول الأوروبية تكون تحت نار صواريخها، وذلك خلال أيام قليلة من خلال وصولها إلى صواريخ عابرة للقارات. الأمر كان صادرا بتصريحات حاضرة من جواد كريمي قدوسي، وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، ومعروف عنه بأنه يمتلك تصريحا أمنيا عالي المستوى بسبب سوابقه في الحرس الثورية الإيرانية. الرجل كان قد نشر بهذا الشكل على موقع إكس وقال ببساطة بأنها إيران قادرة خلال أسبوع واحد فقط من القيام بأول تجريب لها وأول اختبار لها لأول صاروخ باليستي يصل مداه إلى 12,000 كيلومتر. الصواريخ التي تمتلكها إيران يصل مداها تقريبا إلى 3,000 كيلومتر كأقصى حد، وهذا يعني أن إيران حاليا قادرة على ضرب أي نقطة موجودة في منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الموجودة في أفريقيا كالسودان على سبيل المثال وجمهورية مصر العربية، وأيضا قادرة على تغطية وضرب كافة المناطق الموجودة في أوكرانيا وكذلك أيضا الدول الأوروبية وبعض الدول الأوروبية هنا. ولكن من هذه التصريحات الصادرة بهذا الشكل، هذا يعني بأن إيران ستكون قادرة على ضرب أفريقيا بأكملها إن ما فكرت بالوصول إلى هذه الصواريخ العابرة للقارات، لا بل إنها ستكون قادرة أيضا من ضرب كافة الدول الأوروبية وأيضا الوصول إلى المحيط الهندي، لا بل أيضا إلى المحيط الأطلسي والوصول أيضا إلى واشنطن وحتى إلى فلوريدا وعدد من الولايات الأمريكية الموجودة بهذه النقطة تحديدا. وبالتالي هذا التهديد ليس بالعادي من قبل الجانب الإيراني، وهو يأتي بشكل مثير مع التهديدات التي نراها من قبل أوروبا. الآن تتحرك بشكل كبير لفرض عقوبات هائلة على إيران بسبب هجوم إيران الأخير الذي شهدناه على إسرائيل، وهذه العقوبات وهذه التهديدات تطال الحرس الثوري الإيراني، لا بل إن حتى معهد واشنطن على سبيل المثال نشر دراسة أيضا كما تلاحظون في 24 ساعة الماضية، اقترح هذا المعهد بأنه يجب أن تكون هنالك عقوبات على الرحلات الإيرانية التي تذهب إلى أوروبا على سبيل المثال خلال شهر أبريل أي الشهر الحالي. كانت هنالك العديد من الرحلات الإيرانية المباشرة إلى عدد من الدول الأوروبية، وهذه الرحلات كانت مرتبطة بالخطوط الجوية الإيرانية مهان إير تحديدا، وبالتالي فرض عقوبات على هذه الطائرات وهذه الرحلات يعني فرض الكثير من الضغط ليس فقط على النظام الإيراني وإنما على الحرس الثوري الإيراني. أيضا التشريعات داخل الكونغرس الأمريكي بدأت تمر كالنار في الهشيم بعد الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل. على سبيل المثال حزمة المساعدات التي طال انتظارها لمدة طويلة لأشهر ونحن ننتظر أن نسمع شيئا من هذه الحزمة، فجأة مرت بسرعة كبيرة للغاية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، وتمت المصادقة عليها والتصويت عليها بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي ستكون فيها مساعدات بشكل أكبر وبالأغلب ب60 مليار دولار من 95 مليار دولار ستذهب إلى أوكرانيا، ولكن أيضا المساعدات ستذهب إلى إسرائيل للقبة الحديدية وكذلك إلى تايوان. وأيضا في نفس الوقت إن من ضمن هذه الحزمة هنالك عقوبات وصلاحيات أكبر وتشريع من ضمن هذا التشريع هو يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من توسيع العقوبات على القطاع النفطي الإيراني بالكامل ليصل إلى الموانئ على سبيل المثال أو المصافي أو حتى السفن الدولية. وأيضا في نفس الوقت أن قرارا مهما آخر وتشريعا آخر وهو مرتبط بمهسا أميني وتظاهرات مهسا أميني أيضا تم التصويت عليه بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا سيمكن الولايات المتحدة الأمريكية من فرض عقوبات على كبار الشخصيات من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال تظاهرات مهسا أميني. السؤال هنا، هل إيران قادرة على الوصول إلى صواريخ باليستية؟ ممكن أن تصل إلى هذا المدى الذي تحدث عنه جواد كريمي تحديدا ألا وهو 12,000 كيلومتر. لا بد من الانتباه بأن إحدى الدول التي تمتلك هذه القدرات هي روسيا تحديدا، وروسيا تمتلك RS-24 يارس، هذا الصاروخ الذي يصل مداه إلى 12,000 كيلومتر وقادر على حمل الرؤوس النووية. وكما نعلم إيران اقتربت كثيرا من روسيا بسبب دعمها لروسيا أثناء الحرب الأوكرانية، وكذلك أن في شهر فبراير كان هنالك تقريرا صادرا من وكالة رويترز التي أوضحت بشكل واضح وبشكل حصري بأن إيران أرسلت بالفعل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا من أجل أن تستخدمها روسيا على
أوكرانيا. نفس الأمر تأكد من وزير الدفاع البريطاني سكاي نيوز البريطانية. وهذا من الممكن أن يساعد روسيا ليس في الحرب في أوكرانيا، وإنما أيضا أن تضع روسيا تعديلات على هذه الصواريخ في ظل العلاقة المتصاعدة بين الطرفين والتقارب الذي نلاحظه على المستوى العسكري، مما سينعكس بالفائدة بشكل كبير طبعا بالنسبة للجانب الإيراني. وكذلك في نفس الوقت إحدى الدول الأخرى التي تمتلك هذه القدرات هي كوريا الشمالية. تأكدت قدرة كوريا الشمالية من حصولها على صاروخ يصل مداه إلى 12 ألف كيلومتر من قبل البي بي سي في عام 2016. تأكدت هذه القدرة وإمكانية كوريا الشمالية على امتلاكها لمثل هذه الصواريخ. والمثير بهذا الأمر بأن هنالك وفدا من كوريا الشمالية في 24 ساعة الماضية قد وصل إلى إيران. هذه الزيارة الأولى لوفد من كوريا الشمالية منذ عام 2019 حتى يومنا هذا، وهو الأكثر علانية. عادة لا تحدث الزيارات بهذا الشكل العلني أمام الإعلام، ولكن هذه الزيارة طبعا تأخذ الطابع التجاري. وزير العلاقات التجارية الخاصة بكوريا الشمالية وهو يون جونغ هو، هذا الرجل هو ذهب ووصل إلى إيران من أجل طبعا مناقشة مسائل تجارية. ولكن طبعا وكالة رويترز كانت قد أشارت ببساطة بأن هنالك علاقات سرية بين كوريا الشمالية وبين إيران تستفيد منها إيران كثيرا. وهذا كله يعني بأن جواد كريم قدوسي يتحدث وإيران قد اقتربت من دولتين تمتلكان هذا النوع من الصواريخ بهذه المديات 12 ألف كيلومتر، وبالتالي كل شيء ممكن. وهذا الرجل طبعا بنفسه وكان قد نشر أيضا على موقع أكس هنا في هذه المنطقة، نحن تحدثنا على هذه التغريدة الخاصة به، ولكنه أيضا تحدث قبل ذلك بأن إيران قادرة خلال أسبوع واحد من القيام بأول اختبار لها لأول قنبلة نووية. تسبب هذا الأمر بضجة كبيرة، حتى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كان قد تحدث اليوم بأن إيران الآن أصبحت على بعد أسابيع فقط من امتلاك ما يكفي من اليورانيوم المخصب، إن كان بنسبة 20% أو بنسبة 60% للوصول لأول قنبلة نووية خاصة بها. ولكن إيران سبكتيتر ذهبت إلى أبعد من ذلك، وتقييمات إيران سبكتيتر قالت بأن إيران الآن تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب إن اتخذت القرار اليوم من الوصول من 8 إلى 15 رأسا نوويا طبعا، وخلال أسابيع وأيام قليلة هي قادرة من الوصول إلى مثل هذه الإمكانيات. وبالتالي المسألة خطيرة وكبيرة، تهديدات نووية، تهديدات بالصواريخ البالستية، الأمر طبعا يتصاعد وتتصاعد التصريحات ويتصاعد الوضع مع المواجهة المباشرة التي رأيناها بين إيران وبين إسرائيل. ولكن طبعا الجانب الإيراني هنا لا يناور فقط بالتهديدات العسكرية، ولكنه بدأ يناور دبلوماسيا وعلى مستوى الشراكات مع الدول الأخرى لتفادي هذه العقوبات. على سبيل المثال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اليومين الماضيين وصل إلى باكستان من أجل ضمان العلاقة القادمة، العلاقة الاقتصادية التي بدأ العمل عليها تقريبا منذ شهر يناير من هذا العام، وحتى شهر فبراير بدأت الأنباء تتحدث بأن إيران وباكستان بدأ بالعمل على مسألة تصدير النفط الإيراني إلى باكستان، وباكستان تشتري طبعا هذا النفط الإيراني. وهذه المسألة تأكدت بشكل أكبر من خلال هذه الزيارة، حيث أن وزير النفط الإيراني بنفسه قال بأن الباكستانيون بصدد إبرام عقود مع شركات مختلفة بهدف ضخ الغاز الإيراني إلى باكستان خلال الحكومة الحالية، وذلك وفقا للاتفاقية الدولية المبرمة بين إيران وبين باكستان. وكذلك أيضا بأن الرئيس الإيراني قد وصل إلى سريلانكا وتحدث عن علاقات موسعة مع هذه الدولة أيضا، بالتالي بدأوا يتجهون إلى الشرق وفتح الكثير من المجالات في حالة أنهم بدأوا بالتعرض إلى العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. فإن إيران هنا تمتلك العراق الذي هو دائما وأبدا بحاجة إلى الغاز الإيراني من أجل الطاقة الكهربائية، ولكن العراق رغم أنه طبعا يدفع المستحقات الإيرانية دائما ولكنه تحت القيود الأمريكية، وبأن هنالك سيطرة أمريكية نوعا ما وضغط أمريكي دائما ما يوضع على العراق في هذه المسائل، مما يؤخر الدفعات على الجانب الإيراني. لكنها الآن ها هي تفتح الباب على باكستان
وإمداد هذا الأنبوب الذي يمتد على مسافة 80 كيلومترا في العمق الباكستاني، يعني فتح الباب للحصول على الأموال أيضا من باكستان. وبالتالي تلاحظ هنا أن هنالك الكثير من المناورات، خاصة وأنها تصدر النفط على أعلى مستوياتها الآن، وأكبر المشترين هي الصين بالدرجة الأساس. بالتالي إيران هنا تجد الكثير من الطرق لتفادي العقوبات في حالة اشتدت عليها، إن كان عن طريق العراق، والعراق بحاجة لهذا الأمر، والولايات المتحدة الأمريكية متفهمة لحاجة العراق للغاز الطبيعي الإيراني، ولكن أيضا أن باكستان بحاجة لهذا الغاز وبحاجة لتوسيع هذه العلاقة. والولايات المتحدة الأمريكية أوضحت بأنها منزعجة تماما، هي غير موافقة على هذا الاتفاق بين باكستان وبين إيران، وهددت بأن تكون هنالك عقوبات حتى على باكستان. لم تتحدث عن طبيعة هذه العقوبات على باكستان، ولكنها قالت بأن من الممكن أن تفرض عقوبات إن ما تم هذا الأمر، لأنها تعرف بأن إيران ستناور بهذه القضية تحديدا. ولكن فتح الباب مع باكستان، مع التقارب مع روسيا، هو يفتح بابا لإيران ليس فقط في التقدم على المستوى الصاروخي أو مستوى الطائرات المسيرة، ولكن يفتح الباب لإيران للتقدم على مستوى القوة الجوية الإيرانية. بحسب التصنيفات الأخيرة قد صدرت من Global Air Powers Ranking لعام 2024، أوضحت بأن القوة الجوية الإيرانية الآن، وإيران هي تصل بمرتبة، وهي بمرتبة المرتبة 88، بينما إسرائيل بالمرتبة 9، الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة الأولى. بالتالي هي لا تمتلك أي تفوق على المستوى الجوي. أحدث طائرة تمتلكها هي F-14 توم كات، التي اشتراها الشاه في إيران قبل 40 عاما. بالتالي لا تمتلك هذه القوة الواضحة بالنسبة لإيران على القوة الجوية، وبالتالي ممكن أن تستغل كما تحدثنا علاقتها مع روسيا. روسيا تعتبر ثالث أقوى دولة على مستوى سلاح الجو، وطبعا إيران ستتسلم الأسبوع القادم الدفعة الأولى من طائرات السوخوي 35، وهذا يعتبر تقدما وتطورا. ولكن إيران تمكنت من استغلال هذه العلاقات الخاصة بها والحصول أيضا على طائرات الميك 29، والحصول على لايسنس أو رخصة لإنتاج طائرات السوخوي 30 التي ترونها هنا، وكذلك استغلال علاقتها أيضا بباكستان وتوسع هذه العلاقة. باكستان تعتبر رقم 18 على العالم في القوة الجوية، وأن تقوم إيران بشراء الجي اف 17 الباكستانية، فإن هذا سيجعل إيران تتقدم على مستوى 10 مراتب أو حتى 15 مرتبة. وبالتالي هذه مسائل ممكن أن تتطور وإيران تعمل عليها، وهذا الأمر واضح من حصولها أو قربها من الحصول على الدفعة الأولى من طائرات السوخوي 35. تهديدات عسكرية، تهديدات كبيرة جدا على العديد من المستويات.